Good morning, my students. How are you for today? Is Wednesday, 10th of February 2021. Please open your pupils book, page 56. Today we will take the second paragraph of our new lesson, Adance Festival. سوف نكمل الفقرة الثانية من درسنا الجديد, Adance Festival, مهرجان الرقص. Yesterday we talked about Olga. She was while she was waiting for the ballet to start, she was reading the story of the ballet. إذن يا مس, خلال انتظارها أولغا لما كانت تنتظر عرض البالي إنه يبدأ, قرأت قصة. اليوم رح ناخذ الجزء الأول من القصة اللي قرأتها أولغا وهي بتنتظر رقصة البالي. The Nutcracker was about a girl called Clara. Nutcracker اللي هي كسارة البندق, هي كانت حول فتاة تدعى كلارا, فتاة تسمى كلارا. One evening, في أحد الليالي, there was a family party at her home. كان لدى عائلتها حفلة في المنزل. Clara had a present. وكان لدى كلارا هدية. It was a big wooden nutcracker. هديتها كانت عبارة عن كسارة بندق خشبية. Wooden nutcracker, كسارة بندق خشبية. It looked like a toy soldier. وكان شكل كسارة البندق على شكل جندي. لعبة جندي, يعني كان شكل كسارة البندق على شكل جندي زي ما احنا شايفين هون بالصورة يا مس. هذه نتكراكر, like a soldier toy, كان شكلها زي الجندي. It looked like a toy soldier and Clara liked it very much. وأحبتها كلارا كثيرا, يعني أحبت الهدية جدا. After the party, بعد الحفلة, everyone went to bed. كل واحد في العائلة ذهب إلى سريره. Clara could not sleep. كلارا لم تستطع النوم. And at midnight she got up. وفي منتصف الليل استيقظت. And found her nutcracker. ووجدت كسارة البندق. Suddenly, فجأة, strange things happened. حصل شيء غريب. A huge mouse king appeared with his army. A huge mouse king appeared, يعني إنه ملك فأر كبير أو ضخم. A huge mouse king, ملك فأر, هو فأر, ملك وهو فأر ضخم. Appeared, ظهر. With his army of giant mice, مع فئرانه, مع جيشه الفئران العمالقة. يعني ظهر ملك, هو فأر ولكنه ملك, ومعه جيش من الفئران العمالقة ظهر أمام كلارا فجأة. They attacked كلارا, وهاجموا كلارا. But the nutcracker came alive. Nutcracker, كسارة البندق, أصبحت حية. Came alive, يعني صارت زي الإنسان, أصبحت حية. اللعبة تحولت إلى شيء حي. And protected كلارا, وحمت كلارا أو دافعت عن كلارا. Toy soldiers, الألعاب الجنود, joined in the battle, انضموا إلى المعركة. They fought the mice. They fought, وقاتلوا. Fought هي فعل ماضي من fight. Fought the mice, وقاتلوا الفئران. And the nutcracker killed the mouse king. ونتكركر, كسارة البندق اللي هي تحولت إلى جندي, killed the mouse king, قتلت الفأر الملك. طبعا يمس رح ناخذ فقط لهون اليوم الجزء الأول من القصة, ورح ناخذ بعض الكلمات المهمة. Now look at the board. الكلمات يمس الجديدة, party, حفلة, present, هدية, soldier, جندي, army, جيش, battle, معركة, fought, حارب أو قاتل, إيه الفعل الماضي زي ما حكينا من fight, killed, قتل, killed, قتل, died, مات, attacked, هاجم. نعيد الكلمات, party, حفلة, present, هدية, soldier, جندي, army, جيش, battle, معركة, fought, حارب أو قاتل, killed, قتل, died, مات, attacked, هاجم. ياريت يا مس نتدرب على كتابة الكلمة وحفظ المعنى وننقل الكلمات على دفتر المعاني. وشكرا للمتابعة, يعطيكم العافية.